يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. اقصد حسينا، اقصد حسينا، اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة. اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة، والمصطفى أحمد يبدي له جزعا جزعا جزعا. اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة، والمصطفى أحمد يبدي له جزعا، والمرتضى حيدر بالحزن وافا، والمرتضى حيدر بالحزن وافاه 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 بعد. والله يبصر بقلبك وانظر، فاطمة الزغراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى، حتى إليه دنت لم تستطع صبرا، آوت عليه تنادي وحسينا. ابصر بقلبك وانظر، فاطمة الزهراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى، حتى إليه دنت لم تحتمل صبرا، أهوت عليه تنادي وحسينا، لهفي عليها تنادي تنادي، لهفي عليها تنادي، آهي يا ولدي، آهي يا ولدي، آهي يا ولدي، لهفي عليها تنادي، آهي يا ولدي، من ذاك فرق بين الرأس والجسد؟ لهفي عليها تنادي، آه يا ولدي، من ذاك فرق بين الرأس والجسد؟ يا جئت بالدمع أروي غلة الكبد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي كلام هذا؟ أجئت بالدمع أروي غلة الكبد، لكنها انتثرت بالسهم ويلاه، لكنها انتثرت بالسهم ويلاه، بالمثلث يعني، بين البتولة تبكي، بين البتولة تبكي، إذ أتت زينب، إيش عندها زينب ليلة الجمعة عند الحسين؟ بين البتولة تبكي، إذ أتت زينب صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب، صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب، شاء الزمان بسوط الشمر أن أبرى، والله شاء الزمان بسوط الشمر أن أضرب، وأن نساق إلى الطاغي سبايا. بعد أنا الأميرة والأسبى إلى القصر، أنا العزيزة هل أغدو بلا خدري، أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر، أخي بعدك كم مر جرعناه، أخي بعدك كم مر جرعناه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. من ليلتين وإحنا في هذا البحث، قلنا أكو حديث قدسي
وحديث نبوي، والحديث النبوي وارد في كتب الفريقين. نريد نسلط الضوء عليه بمقدار ما. الحديث القدسي يقول: لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة كفء، آدم فما دونه. والحديث النبوي يقول: لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفء، آدم فما دون آدم. هسه ماذا نفهم من هذا الحديث القدسي ومن هذا الحديث النبوي الشريف؟ ماذا نفهم منه في الواقع؟ طبعا قبل ماذا نفهم منه في الواقع، وصار لنا ليلتين نسولف بهذا الموضوع، لعل بعض الإخوة هكذا يقول بأن طرح مثل هذه المواضيع ليس من الترف الفكري. يعني هسه احنا درينا فاطمة أفضل من غيرها باستثناء الخاتم والوصية، وما درينا فاطمة أفضل، وش نحصل يعني؟ شو نستفيد من ذلك؟ فاطمة أفضل كما قالها بعضهم، بعضهم قال علمنا بأن فاطمة أفضل يوم مريم أفضل، وش نستفيد احنا من الموضوع؟ فاطمة ولية لله تعالى، ومريم كذلك، وموسى كذلك، وأخت موسى كذلك، وهلم جرة. هسه أنتوا بعد مهتمين هذا أفضل يو ذاك أفضل، شي يفيدنا هذا الكلام معنا؟ شنو فائدة هالمواضيع؟ المواضيع هذه كل فائدة هم بيها. بعض الشي يقول مو صحيح هذا الكلام، ترى فكري شنو؟ مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام، لا من الجنبة الدينية صحيح إذا كان صاحب الكلام المتدينين، ولا حتى من الجنبة العقلائية صحيح، مو فقط من الجنبة الدينية، حتى من الجنبة العقلائية هم مو صحيح. وبيان ذلك هم يحتاج إلى وقت مفصل، مو يعني مو هالبحث هذا، لأن هم خلينا ما نكمل بحثنا، وإلا بيان ذلك واضح يعني، ونقدر نبين من عدة جهات أنه هاي الفكرة مو صحيحة، أنه هاي المواضيع ما فيها أهمية، شو مو صحيح هذا الكلام، لا من الجنبة الدينية ولا من الجنبة العقلائية، من الاثنين مو صحيح. من الجنبة الدينية خو رب العالمين قال فضلنا بعض النبيين على بعض، خو شنو فائدة إذا لم يكن للأمر فائدة؟ ليش القرآن يقول فضلنا بعض النبيين؟ خو يقول أكو أنبياء، أما تفضيل أنبياء شنو فائدة يا رب العالمين؟ القرآن مرة قال أكو أنبياء، مرة قال أكو شنو؟ أكو تفاضل بين الأنبياء، يعني مو أشار إلى أمر واحد، أشار إلى شنو؟ إلى أمرين: إثبات وجود الأنبياء، وربط ذلك بلطف الله وحكمة الله. وهذا إلى محل من الكلام، أنه شنو ربط ذاك بلطف الله وحكمة الله، هذا إلى محل. والقرآن الكريم هم أشار مو فقط إلى أصل وجود الأنبياء، لا، أشار إلى درجات الأنبياء فيما بينهم. لو لم يكن للأمر أهمية لما أشار له القرآن الكريم فضلنا بعض النبيين؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لو لم يكن الأمر أهمية ليش فضلنا بعضهم على بعض؟ بل مثل ما وصلنا البارحة، القرآن مو فقط أساس لمبدأ التفاضل وتفضيل البعض على البعض، بل القرآن أشار إلى معايير التفضيل أيضا. لو لم يكن للأمر أهمية ليش أشار إلى نفس أساس وجود التفاضل بين الأنبياء من جهة، وإلى المعايير اللي فضلت بعضهم على بعض من جهة أخرى؟ ليش أشار؟ البارحة بدينا بالمعايير، يوم ما بدينا البارحة، البارحة ذا يذكر الإخوة بدينا بالمعايير البارحة، ما أدري بعض الإخوة اللي كانوا يذكرون، يعني البارحة بدينا بالمعايير. لو لم يكن الأمر أهمية ليش كل ذلك في القرآن الكريم أيها الأحبة أيها الإخوة؟ هسه هاي من جنبة دينية، طبعا أكو بعد كلام من جنبة دينية آخر لوقت آخر، لكن حتى من الجنبة العقلائية، حتى من الجنبة العقلائية، أنت الآن من تريد مهندس البيتك تسأل عن الأفضل أو ما تسأل عن الأفضل؟ السؤال عن الأفضل يعتبر ترف ومضي عن الوقت؟ ها؟ لو يعتبر أمر مهم. إنسان الآن لما يريد يسوي عملية الجسم يسأل عن الدكتور الأفضل لو ما يسأل عن الأفضل؟ يعني يعرف الفاضل والأفضل لو ما يعرف، يسأل لو ما يسأل، يبحث يوم يبحث. زين هذا البحث عن الأفضل إلى أهمية يوم ما إلى أهمية؟ إذا تقول لي له أهمية للأبدان، خو الأهمية للأرواح أهم يوم مو أهم؟ واضح المسألة يعني. خو إذا للأبدان إلى أهمية، للأرواح شلون؟ شلون ترى فكري؟ خو كون نعرف من الفاضل من الأخصوصا،
وأنه في ثقافة القرآن الكريم وفي ثقافة الدين بشكل عام، مو فقط القرآن الكريم، حتى ما قبل القرآن الكريم، يعني قبل نزول القرآن الكريم، تبهولي، كثقافة دينية الفاضل والأفضل يترتب عليها أثر أيها الإخوة، يترتب عليها شنو؟ أثر، أثر عملي واقعي، مو قضية بس تنظير فكري، لا لا، تنظير فكري من جهة وترتب أثر عملي على التنظير الفكري من جهة شنو؟ أخرى. يعني شلون يترتب أثر عملي؟ خلي أجيب مثال حتى تطلع الفكرة، لأن أنا أدري الكلام من دون مثال ما يكون واضح، خلي أبين بمثال حتى الحش يكون واضح. التفتولي موسى لما علم بأن الخضرة عند اختصاص من اختصاصات العلوم الخاصة اللي ما موجود عند موسى كما هو عند الخضر، يعني فاق موسى بهذا التخصص، ترتب على ذلك أثرا عمليا أو لم يترتب؟ ها؟ ترتب. شنو شو ترتب؟ عدم العلم. لا لا، مو قضية عدم العلم، أقول أحسنتم، أقول أثر عملي ترتب. شنو الأثر العملي؟ الاتباع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت شنو؟ رشدا. طبعا اتباع الخضر، يعني اتباع موسى شنو؟ للخضر، هذا بحد ذاته كأمر عملي ترتب عليها النتيجة، يوم ترتب ترتب شنو؟ الرشد. تذني بعد اجمعهن وسلسلهن تطلع بنتائج عظيمة. ما أدري قاعد أقدر أوصل الفكرة ولا، يعني كل ما قاعد نربط حلقة بحلقة تطلع لنا شنو؟ حلقة جديدة. لما نربطها بالثنين تطلع لنا حلقة شنو؟ ثالثة. نربط الثالثة بالثنين تطلع لنا حلقة شنو؟ رابعة. هاي طبيعة العلوم الوحيانية الأديانية هكذا، طبعا المستقيمة مو المحرف، المحرفة المستقيمة. موسى شوف الحلقة الأولى، موسى علم، طبعا هو موسى شلون علم؟ أمتنا قالوا، ما أدري الإخوة إلهم خلق شي أبحاث، خافهم سامعيها يقول قام هذا تكرار ما بي فائدة، ما أدري والله، وإلا أنا عندي غير هذا البحث، الله يشهد ما كان ببالي أطرح ذني، جايب وياي أوراق وآيات أريد أكمل بحث البارحة بس بعد جت ببالي. وموسى شلون علم؟ أكو أعلم منا في مجال من المجالات. طبعا غيرنا أهل السنة احتاروا شلون يوجهون اتباع موسى للخضر، موسى نبوته ثابتة والخضر نبوته شنو؟ ما ثابتة. طبعا بإمكانك أنت باكر تقول لي شيخنا أنت مشتبه، تجيب لي كتاب من كتب الشيعة أو من كتب غير الشيعة يقول الخضر نبي، خو أدري أكو من يقول الخضر نبي، من الشيعة أكو من يقول الخضر نبي، ومن غير الشيعة هم من يقول الخضر شنو؟ نبي. ولكن أكو إجماع وقطع ويقين أن الخضر نبي؟ لا. حتى اللي يذكروه يذكروه كرأي، قيلة ثابت، لا عند الشيعة ثابت ولا عند غير الشيعة هم شنو؟ ثابت. عند الاثنين ما ثابت نبوته، أما موسى ثابت عند الجميع أنه شنو؟ أنه نبي. السنة احتاروا شلون موسى يتبع الخضر والخضر ما ثابت نبوته وموسى ثابت شنو؟ مو بس نبوته ورسالته ومن أولي العزم الخمسة، شلون يتبع شنو؟ الخضر هو ما ثابت حتى نبوته، فضلا عن رسالته اللي ما يقول بها أحد، وفضلا عن أنه من العزم اللي لا يقول به أحد. ما أدري وياي الأحبة، زين شلون هذا يتبع ذاك؟ هل أتبعك؟ احتاروا، غيرنا احتاروا، شنو الحل؟ تدرون ايش قالوا؟ شفت لهم تخريجتين، تبولي التخريجة الأولى قالوا هاي القصة حصلت وحدثت قبل نبوة منه، ها؟ قبل نبوة موسى، قبل لا يصير نبي موسى هذا اتبع الخضر، أما بعد نبوته يصير يتبع واحد مثابة نبوته؟ لو ما يصير الخضر كون يتبع شنو؟ موسى. هاي تخريجة. تخريجة ثانية قالوا يابا أصلا هذا موسى مو ابن عمران، هذا موسى شنو؟ آخر، هذا واحد آخر،
اسمه شنو؟ مو النبي هذا. طبعا هسه انا اقدر اعبر هم صار عندهم انسداد، بالتعبير العلمي صار عندهم شنو؟ انسداد، فلجأوا الى هذه الطرق البديلة الملتوية اصلا اللي هي تقريبا مخالفة لظاهر النص القرآني. هاتش عدل يا لا؟ تكلف، اهل الاختصاص يقولون بها شنو؟ تكلف واضح، ما مقنعة. مو بس بهاي صار عندهم انسداد، حتى بغيرها صار عندهم انسداد. وإلى ارتباط بنفس البحث جميلة، هاي المعلومات هواي جميلة، إن شاء الله الإخوة لهم خلقها. يعني مثلا الله جل وعلا لما يقول المريم إن الله شنو؟ اصطفاك، بعد وطهرك، بعد واصطفاك على نساء العالمين. طبعا مقصود نساء العالمين في زمنها واضح، بس تقول شنو الدليل في زمن الله؟ يقول على العالمين، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شنو دليلك أنه في عالمها؟ وهنا هم تقدر تقول لي هاي آية قرآنية تقول مريم على العالمين، والعالمين هنا مخصصة وغير مخصصة؟ غير مخصصة، يعني شو كل العالمين؟ زي وين الزهراء عليه السلام؟ جيبوا لنا آية قرآنية بالزهراء كما هي في مريم. لا ست راح تقول لي قال رسول الله، أنا أقول لك مريم آية. بس ما أدري هاي شبهة أو مو شبهة. إذا طرح عليكم السؤال أكو واحد عنده جواب؟ هاي إن الله اصطفاك، خل أعيد لكم الآية، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء عالمين. إحنا نقول عالمين في زمنها، خو شنو الدليل على ذلك في زمنها؟ العالمين قرآن قال عالمين. جواب، الله جل وعلا حين يخاطب بني إسرائيل يقولهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم شنو؟ على العالمين. هنا قاعد يتكلموا يا منو؟ بني إسرائيل. يعني منو يا بني إسرائيل؟ اليهود. زين فضلتكم على العالمين المقصود في كل زمان وفي زمنكم بحكم الضرورة شنو؟ على العالمين في زمنكم. وإلا هذا نص قرآني على أن اليهود أفضل من المسلمين ومو أفضل. ولهذا على العالمين في شنو؟ في زمنهم، إذ بعث فيهم ملوكا وإلى آخره، كما في آيات أخرى تبين شنو سبب معيار أفضليتهم. تفتولي، فهنا بني إسرائيل وإن قال على العالمين ولكن المقصود بالعالمين الضرورة تحكم بأن العالمين شنو؟ في زمنهم. بعد واضح، خصوصا أنه أكو آيات أخرى تقول أنه كنتم خير أمة، أنتم خير أمة، فهناك على العالمين في شنو؟ في زمنهم. واضح، مريم هكذا وإن قال على العالمين ولكن في شنو؟ في زمنها. طبعا خصوصا وأن النبي وضح ذلك، ما أدري هو رب العالمين مو قال لتبين للناس ما نزل إليهم؟ شو يشوفون الإخوة؟ فالله يقول للنبي لتبين للناس ما شنو؟ ما نزل إليهم، يعني الأعلم بآيات القرآن ومقاصد القرآن ومرام القرآن من هو؟ اللي أنزل عليه القرآن لتبين الناس. اللي أنزل عليه القرآن قالها أنت سيدة نساء العالمين، قالت مريم، قال مريم زمانها، أما أنت من الأولين خو هذا اللي قال فيه القرآن لتبين للناس ما شنو؟ ما نزل إليهم. هكذا هو قال، وهو العارف بالقرآن الكريم، هو العالم وما يعلم تأويله إلا الله شنو، والراسخون، وهو سيد الراسخين في العلم صلى الله عليه وآله. فإحنا شلون بعد هذا أقول هذا مو كلامي، هيك فجت أثناء البحث، هاي فتحنا شارع يعني شارحة هذا، ننتقل إلى أصل البحث، أنه بعض السنة مو بس هاي الآية مال موسى صار عدو انسداد، مريم صار عدو انسداد. أنتوا شوفوا القرطبي وهو من مفسريهم المعروفين، صاحب الجامع تفسير معروف، القرطبي لما يوصل لمريم إن الله اصطفاك يقول شلون اصطفاها وهي ليست نبي؟ الاصطفاء يكون لمن؟ للأنبياء. هاي نص القرآن يقول اصطفاك،
ولهذا شي يقول، يقول أنا أعتقد أن مريم كانت نبية. وشو تفسير القرطبي؟ شوفوا يقول أنا أعتقد أن مريم كانت شنو؟ نبية. هو اضطر يقول مريم نبية لأن صار عنده شنو؟ انسداد. الأمر ما واضح عنده، راح سوى مريم نبي، نبية. احنا أكو عندنا امرأة نبية؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا شنو؟ رجالا نبية. ما عندنا نبي. زين ليش القرطبي قال مريم نبية؟ لأن قال شلون أجمع بين اصطفائها وعدم، لا لا اي نبوتها حسنته مو عدم اصطفائها، قال كيف أجمع بين اصطفائها وعدم شنو؟ نبوتها. ما ممكن المصطفى يعني شنو؟ يعني نبي. قلنا له من أين جئت بهذه الملازمة؟ هاي ملازمتك غلط خلتك تقول بنبوة مريم. من أين جئت بهذه الملازمة؟ هاي ملازمة غلط. من قال أنه اللي يصطفي رب العالمين لابد أن يكون شنو؟ نبي. من قال ذلك؟ خو مقام الإمامة مقام اصطفائي، ويأتي يعني يأتي للمصطفى من بعد نبوته، مثلا كإبراهيم من بعد 60 سنة نبوة حصل إمامة، إني جاعلك للناس مقالة ومن ذريتي، كان عنده ذرية إبراهيم، آخر عمره حصل ذرية، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، مو تشي ولا الحكي، هاي كلها آيات. بعد إبراهيم أول عمره كان نبي، آخر عمره صار إمام. إبراهيم يتكامل ويتسافل، خو يتكامل لما يحصل الإمامة آخر عمره، يعني مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة. خو إذا كانت النبوة اصطفاء، المقام الأعظم شنو؟ أدري إمامة، خو اصطفاء يوم اصطفاء، خو من باب أولى، اجتباء يوم اجتباء. الإمامة مو اصطفاء، اجتباء، والاجتباء يأتي من بعد الاصطفاء. فكل مجتبى مصطفى، مو بالضرورة كل مصطفى مجتبى. آل البيت القرآن اجتباكم، يعني يقول ملة أبيكم إبراهيم، هو اجتباكم. أقول ملة أبيكم، الآية تخاطب المسلمين، ملة أبيكم يو تخاطب آل إبراهيم، ملة أبيكم سماكم مسلمين من قبل. هسا ما قاعد أقرأ الآية بالنص، مقاطع من الآية، تخاطب آل البيت. اجتباكم يعبر القرآن الكريم، الاجتباء يجي أعلى من الاصطفاء. الإمامة مجتبى مو مصطفى، والاجتباء يأتي من بعد الاصطفاء، يعني اصطفية ثم شنو؟ ثم اجتبية إذا جاز التعبير. زين شنو هاي الملازمة أنه اصطفاء يساوي نبوة؟ هاي منين جبتها أنت حتى تحتار تخلي مريم شنو؟ نبية. منين جبت هاي الملازمة؟ منو علمك هاي الملازمة؟ غلط هذه. من قال كل مصطفى كون يكون نبي؟ الإمامة اصطفاء ما لها ربط بالنبوة، مو نبوة، شنو يعني؟ بل نفس آية مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك تثبت أنه أكو قسم ثالث، لا نبي ولا حتى إمام هم مصطفى لمهمات خاصة. الآن هاي الجيوش الآن دول العالمية مو جيوش، هاي دول العالم أكو عندها جيش نظامي، وأكو عندها قوات شنو؟ أمنية تابعة للداخلية، والجيش تابع للدفاع، وأكو عندها قوات شنو؟ خاصة. عندها قوات شنو؟ خاصة. أصلاً هاي القوات الخاصة رجوعها لا للداخلية ولا شنو؟ ولا حتى للدفاع، قوات خاصة عندها مهمات شنو؟ خاصة، مرتبطة هسه بالقائد العام للقوات المسلحة، مرتبطة بما أعرف إيش، مرتبطة أكو قوات يسموها شنو؟ خاصة. ورب العالمين جل وعلا عنده أنبياء، عنده أئمة، عنده شنو؟ عنده عباد خاصين اصطفاهم لمهمات خاصة. مريم منهم، إن الله اصطفاك، فاطمة على رأس القائمة، الزهراء لا نبي لا شنو؟ لا إمام. الزهراء لا نبي لا إمام، بس هي مصطفات وما مصطفات، مصطفات لمهمة خاصة. وين المشكلة بالموضوع؟ أقول هذا احنا تعلمناه من آل البيت عليهم السلام. عبد المطلب، سواء كان عبد المطلب البعض يقول وصي،
أبو طالب البعض يقول وصي أو هو من العباد الخاصين. طبعا أبو طالب ثابت وصايته، وحتى عبد المطلب في رواياتنا الشريفة سلام الله عليهما. هسه غيرهم مو إلا ذولا، غيرهم مو إلا العظيم أبو طالب وعبد المطلب سلام الله عليهما، غيرهم ذولا ثابت وصايتهم. أكو مهمات خاصة لعباد خاصين يكلفون بها من قبل الحق تعالى ورب العالمين مصطفيهم من خلقه. هم لما هاي تعبر عنها المنظومة الدينية ما واضحة عندهم، يجيبون بدائل عرجاء عوجاء، يبغونها عوجا كما يعبر القرآن الكريم. أما إحنا ببركة آل البيت هاي الأمور واضحة عندنا يوم مو واضحة. واضح، احنا ما اضطرينا نقول مريم نبية ولا اضطرينا ننفي نبوة موسى حتى نمشي برا الخضر. احنا قلنا بكل أريحية، بكل أريحية هم قلنا احنا كل أريحية. أئمتنا قالوا الخضر كان يتبع موسى في مجال الشريعة، وموسى كان يتبع الخضر في مجال العلم الخاص اللي عند الخضر ليمثل الحقيقة الغيبية الماورائية إلى آخره. يعني موسى بعث بمهمة والخضر شنو؟ بمهمة. الخضر يتبع موسى بمهمته، وموسى يتبع الخضر شنو؟ بمهمته. هاي اللي قالوا أئمتنا عليهم السلام، إشكال هماكم. فبعد ما يحتاج أقول موسى مكان نبي وهذا غير موسى، يوم ما نحتاجها كلها ما نحتاجها، هذا ما نحتاج. نروح على التكلفات هذه في الواقع. عفتوني لو ياي الإخوة، أقول هسه هذا إلى موارد كثيرة، مو مورد وموردين وثلاثة. اتباع موسى، هسه قلنا الأمر الأول أنه موسى يتبع الخضر، هل أتبعك على أن شنو تعلم مما علمت شنو؟ رشدة. اتباع. اثنين، هذا العلم اللي موسى يتبع به الخضر شي يولد رشد، يولد شنو؟ رشد. زين انتبه لي، هو الرشد مهم نبحث عنه ونتبعه؟ نعم. القرآن الكريم يقول عن المؤمنين أنه يقبلون إيمانهم بجهل يو بعلم وبحث. بعلم وبحث، دليل خذ دليل في سورة الجن شنو يقول القرآن الكريم؟ تحروا رشدا. تحروا يعني شنو تحروا؟ بحثوا. المؤمن ياخذ معارف دينه ويفهمها بتقليد مثلا، ها يعني اقصد تقليد الاباء والاجداد وكذا، بجهل ياخذها بمعرفه وبحث عن الحق والحقيقه. القران يقول تحروا رشدا، يبحث. تحروا رشدا، كون تبحث. موسى ركب البحر حتى شي حصل رشد، مما علمته رشدا. والرشد يحتاج شنو؟ تحري، تحروا. زين هو اصلا موسى شنو اللي خلى يعرف الخضر وكذا؟ موسى ادبه الله تعالى، شلون نبينا يقول ادبني ربي. موسى الله جل وعلا خضع لتأديب إلهي، رب العالمين يأدب. موسى قال ماكو أعلم مني في الأرض، هاي في رواياتنا الشريفة أمتنا قالوا نبي رسول من أولي العزم ثلاث شهادات، قال أنا ما أتصور بالأرض أكو من هو أعلم مني في كل المجالات. يعني الله جل وعلا قال لموسى، قال له اركب البحر، اركب البحر. هاي الحكاية أكو بيها أثر، كنت تتحمل أثرها، اركب البحر. هذا تأديب الله بهالطريقة، ركب البحر يلقى الخضر، هل أتبعك؟ الخضر يقول له ما تسألني تتبعني بشروط،
أفرضها عليك وتلتزم بالشروط، وإذا ما التزمت بالشروط أنا هم شنو؟ ما خليك تمشي وياي، أصلا ما خليك تتبعني. تأديب هذا. أنا أديب الله وعلي أديبي، يقول صلى الله عليه وآله. أدب إلهي هذا. بس أنا ما أدري شنو جابني على هذا الكلام في بداية الموضوع، ولكن بالنتيجة خلاصة الكلام حتى أرجع الأساس بحثي، ما أعرف شنو جابني لهذا الموضوع. بالنتيجة أقول أيها الإخوة أيها الأحبة أيها الأعزة، أنه هذا جابني، أنه البحث عن الأفضل وتقديم على الفاضل، مو شي، هذا ترف فكري ومو ترف فكري، هذا أساس موضوع، هذا مو ترف فكري كما يتصور البعض. سواء قلنا فاطمة أفضل يا مريم أفضل، أقول قالوها بعض الشيعة، قالوها مو غير الشيعة، بعض الشيعة قالوا هاي الحكاية، قالوا أنتم ضيعين وقت الناس، فاطمة لو مريم أفضل. وش نحصل إحنا؟ مريم وفاطمة اثنينات من أولياء الله ونحترمهن، بعد على شنو تضيعون وقتنا؟ هاي أفضل لو ذيك أفضل. أقول مو صحيح هذا الكلام. رب العالمين مرة تكلم عن أصل وجود الأنبياء، مرة ثانية تكلم عن شنو؟ عن التفاضل بين الأنبياء. فلو لم يكن للأمر أهمية، ليش رب العالمين يتكلم حتى عن فضل بعض الأنبياء على بعض، أفضلية بعض؟ ليش القرآن يتكلم عن ذلك لو لم يكن للأمر أهمية؟ خو يتكلم عن أمر واحد بس، يقول موسى ولا النبي، خو شنو الفرق بيناتهم؟ لا موت، القرآن يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم، فضلنا بعض النبيين على بعض، رفع بعضهم. خو لو لم يكن للأمر أهمية، ليش كل هاي الآيات؟ بل القرآن بيّن معايير التفضيل، فلو لم يكن، هاي من جهة ثالثة، فلو لم يكن للأمر أهمية، ليش بيّن المعايير؟ بل بيّنت بالأمر الرابع، أنه القرآن بيّن لما يكون واحد أفضل من ثاني، هذا ما تبقى فقط حالة نظرية حتى تقول شنو فائدتها، بل يتبعها أثر شنو؟ عملي. وهذا اللي جبت قصة موسى والخضر عليه، أنه تبعها أثر عملي وما تبعها. موسى قال أنا ماكو أعلم مني، كما بالروايات الواردة عن آل البيت عليه السلام، شوفوا برهان سيد هاشم وغيره. زين، رب العالمين قال له أكو واحد في مجال من المجالات شنو؟ أعلم منك. لما درأ أكو واحد بمجال من المجالات أعلم منه، ترتب على ذلك أثر يوم ما ترتب، شنو الأثر؟ ركب سفينة وراح اتبعه يوم ما راح اتبعه. زين، الأثر الآخر، اتباعش ولد، ولد رشد. زين، هو الرشد شي سهل؟ قد تبين الرجوع من الغي، هاي في آية الكرسي. اتباع الرشد في آية الكرسي يولد استمساك بالعروة الوثقى. زين، هو الاستمساك بالعروة الوثقى شي سهل؟ أقول القضية مو بس حالة فكرية، يتبعها أثر شنو؟ عملي، بل آثار عملية، كما الآن بينت لكم في قصة موسى الخضر وغيرها وغيرها. أنا يا أحبة أريدكم تصيرون علماء، خصوصا هالشباب شيعة آل البيت، شيعة آل البيت يكون عندهم معرفة. من زار الحسين عارفا، من زار عليا عارفا، معرفة يكون تصير عندنا. كلام كثير أقول في سورة آل عمران، خلي أطلع لكم الآية حتى أقراها بالدقة، أنا حافظها طبعا الآية بس أحسن بالدقة حتى ما نشتبه. هاي سورة آل عمران، فلنكتب لتؤمنن به ميثاق النبيين، خلي نكتب ميثاق النبيين، هذه في سورة آل عمران. شوف ترتب أثر يوم ما ترتب أثر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق الناس العاديين والنبيين، يعني بتعبير آخر رب العالمين قبل عالم المادة مرة تعامل ويانا كبشر كلنا. وإذ أخذ ربك من بني، ها، من بني آدم، هنا بس النبيين يوكلنا الكل. وإذ أخذ ربك من بني آدم، بعد كلها احنا بني آدم،
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا هاي القضية مرتبطة بالأنبياء يو بينا كل إحنا كل إحنا. هذه حالة بعالم قبل هذا العالم. أكو حالة ثانية بالبداية، شوفوني بالبداية رب العالمين سوانا مؤتمر كل إحنا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم كذا وأشهدنا على أنفسنا رب العالمين ألست بربكم، كنا قلنا بلى. أسرع واحد النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأنبياء إلى آخره. الدور رب العالمين لما كمل هذا المؤتمر العام اللي شملنا كنا إلى يوم القيامة من أول الخليقة ليوم القيامة كلها، عرضهم بعالم الذر وعرض عليهم ألست بربكم، قالوا بلى. لما انتهى من هذا العالم بدأ بعالم ثاني، العالم الثاني بسورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. هنا أنا بعد كلنا يو الناس مخصوصين، ها ها، فكان أكو مؤتمر عام وكان أكو مؤتمر شنو خاص. النبيين اللي اختارهم للنبوة لخصائص فيهم بينها إمامنا المهدي بداية دعاء الندبة، فعلمت منهم الوفاة فشرطوا لك ذلك إلى آخر، فقربتهم موتي. يعني ليش اصطفاهم دون غيرهم؟ لضوابط يوم من دون ضوابط، لضوابط. شنو الضوابط؟ إمامنا المهدي بينها بداية دعاء الندبة، من تقروها التفتولة ذكروني بعدين. هسه هذا شيء، اختار من آدم العيسى، ذول اصطفاهم للنبوة. قالهم من بعد ما كملت المؤتمر، طبعا تسميته بالمؤتمر العام لعله مو صحيح، بس أنا أريد أوضح فكرة يعني المعنى هذا، واختاريتكم من هاي الخليقة كلها من تريليونات البشر، اختاريتكم أنتوا للنبوة من آدم العيسى، أعرض عليكم أمرين في مقابل أمرين، أمران في مقابل أمرين. أنا هذا الكلام على شنو جبته؟ أنه من نعرف الأفضل والفاضل هذا يترتب عليه أثر يوم يترتب، يترتب إذا يترتب بفائدة يترف فكري، هو بفائدة. النبي لما يقول لو ما علي فاطمة ما إلها كفء، يعني شنو؟ فاطمة ما لها كفء، مو من الناس العاديين يقول آدم فما دونه، يعني عيار أنبياء ما مو أكفاء للزهراء. إخواني الرجل لما يتزوج الإمرأة يأمرها لو ما يأمرها؟ ليش ما تجاوبوني؟ طبعا سيأمرها بالشكل المقبول يعني المعقول ضمن الإطار الصحيح، مو معنى يصير فرعون عليها يعني، مخاف كلام يفهم غلط يعني، يأمرها بشي هذا الشكل، ينهاها مثلا عن الخروج من البيت، كل ما تطلع من البيت مو هيك ولا. الزهراء عليها السلام أنبياء مو أكفاءها، ولهذا كانوا مثلا يقدرون يعطون أوامر للصديقة الكبرى وكذا ها، ولهذا ما ممكن لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة شنو كف آدم فما دونه، ما ممكن. فاطمة أفضل أعلى أرفع مقاما، لما تكون أرفع مقاما تكون تابعة يوم متبوعة، تكون متبوعة، فإذا زوجها من هو أقل منها شأنا يصير هي تتبعه لو هو يتبعها. أقول معرفة هذه الأمور تبين آثار عملية يوم مو آثار عملية. ولهذا ذكرت فد رواية هواي حلوة، الإمام الباقر ولهذا يقول ولقد كانت، يعني الزهراء، مفروضة الطاعة على كل نبي وملك ووحش وطير وجن وإنس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مفروضة الطاعة يعني واجبة الطاعة يوم واجبة الطاعة، يعني الكل واجب أن يطيعها، على كل نبي وملك ووحش وطير وجن وإنس. ليش واجبة الطاعة فاطمة الزهراء؟ النبي واجب عليه طاعته، يقول محمد الباقر عليه السلام، لأنها أرفع مقاما وأعلى درجة. أقول لما كانت أعلى ترتب عليه أثر عملي وما ترتب، وبعد ترف فكري. شنو ترف فكري؟ أنت إذا ما واضحة عندك المنظومة الدينية ليش تحكي؟ خلي غيرك الفاهم هو يحكي، يعني اللي يفهم نصوص آل البيت والقرآن الكريم وليش تحكي أنت؟
ليش سبب مشاكل وكذا ولغط ولغو ولهو على شنو؟ هذه تبع أثار. هاي أمامكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد المؤتمر العام، مؤتمر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين اللي اصطفاهم للنبوة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة. شوفوا هذا الطرف الأول بالصفقة، أنطيكم كتاب وشنو؟ حكمة. نبوة وشنو؟ حكمة. زين، الطرف الثاني، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من المقصود بالرسول؟ يا آدم العيسى أنطيكم نبوة وحكمة بشرط، لأني أمرين أنطيكم في مقابل أمرين. شنو؟ لما يجيكم رسول، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به، هنا منو صار تابع منو صار متبوع؟ من آدم العيسى يقولهم تؤمنن بالرسول، فهم كلهم كون يصيرون شنو؟ تبع لرسول الله. كلهم كلهم. هسا أنا قبل قليل قلت لكم، بس شوفوني، أنا قبل قليل قلت لكم الخضر عنده مجال من المجالات العلوم ما موجود عند موسى. هذا المجال موسى تبع بمجاله يوم ما تبع بمجاله. خضر عنده مجال من مجالات العلم، مجال مجال قاعد أتكلم بدقة، مجال واحد مجالات العلم ما موجود عند موسى. موسى اتبع بالمجال يوم اتبع. زين، شلون عنده علم كل المجالات بأعلى حقائقها؟ عنده علم بكل المجالات بأعلى حقائقها. هذا الكل كون شنو؟ يمشي وراه. شوفوا انتوا شنو من نبي عندكم، شنو من عظيم عندكم، ما عرفنا قدره صلى الله عليه واله. والطريف هذا العظيم قال روحي فاطمه. ما ادري هو الجسم بيش يعيش، ها بالروح يعني؟ والله ما ادري ايش اقول يا جماعه، والله تخوني الكلمات. الله يخليكم، تخوني الكلمات حقيقة، تخوني الكلمات. القرآن لما يقول أنفسنا وأنفسكم، النبي نفسه منه علي، وروحه منه فاطمة، وريحانته منه حسن والحسين. الروح فاطمة، أنفسنا وأنفسكم، النفس علي، الريحانة حسن وحسين. شنو رسول الله وشنو روحه وشنو نفسه وشنو ريحانته؟ ريحانته ما أدري. ما نقف بكل عجز نقول كل شيء ما نعرف، كل شيء ما نعرف، ما عرفنا شيئا. والله إحنا على ساحل معرفتهم، على ساحل معرفتهم ما عرفنا شيئا منهم. ما سم أساد، أكو واحد يقدر ينكره؟ كتب الشيعة والسنة سميت فاطمة، مخاف واحد يقول هذا الشيخ غالي يبالغ. سم أي كتب السنة والشيعة، سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. فطموا فطموا. هذا الحديث رواه الشيعة والسنة، فطموا عن معرفتها. يعني عرفنا شيء وما عرفنا؟ أقول النبي يقول فطموا عن معرفتها، الخلق كلهم فطموا عن معرفتها، ماذا عرفنا أنا وياكم؟ ماذا عرفنا؟ لم نعرف شيئا، لم نعرف شيئا. دي خلي أرجع للآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. كلكم تمشون وراء،
كلكم تآمنون بدينه، كلكم على دينه، ولتنصرنه. قال أأقررتم؟ ها؟ الصفقة موافقين عليها؟ ما موافقين؟ إذا وافقتوا أعطيكم نبوة وحكمة، ما وافقتوا ما تحصلون شيء. يعني والله عجيبة، يعني آدم ما حصل نبوة إلا بمن؟ بالإيمان بالنبي. نوح ما حصل نبوة إلا بمن؟ بالإيمان بالنبي. عيسى ما حصل نبوة إلا بمن؟ بالإيمان بالنبي ونصرة النبي. كلهم من آدم إلى عيسى نبوتهم. القرآن يقول بآل عمران كلها ببركة النبي. الله أكبر. نبوة الأنبياء من آدم إلى عيسى كلها ببركة رسول الله. هاي آل عمران تقول، مو أنا أقول، سورة آل عمران تقول ببركة رسول الله. الطريف إحنا لما نعتقد أن كل خير نازل من السماء ببركتهم وينزل في بيوتهم من بيوتهم إنه، وكل عمل يصعد من خلال ولايتهم، لما نعتقد إحنا بذلك يقول هذا اعتقاد مو صحيح، هذا الاعتقاد بنظام الواسطة شرك وكفر. آخر خون النبوة بسورة آل عمران، النبوة ما حصلها نبي إلا بوساطة منه، بوساطة رسول الله. خو رسول الله منو روحه؟ فاطمة. منو نفسه؟ علي. منو ريحانته؟ خشيعة وسنة رواه حسين مني وأنا من حسين. فلما نقول ببركة النبي يعني شنو؟ بركة الزهراء، حسن، حسين. ذاك اللي ربط روحه بين حجرتين، ذاك اللي ربط روحه بين حجرتين ونذر، كان مسوي ذنب وقال ما حد يفتح يعني هذا الحبل عني أو أموت بالشمس، لا آكل لا أشرب إلا النبي يفتحه، باعتبار النبي ما يفتح الحبل إلا الوحي نازل عليه. مو تشي ولا وقتي خلص مع الأسف، كل شيء ما بينت من الحضرة، كل شيء ما بينت مع الأسف. فمرت بي الزهراء عليها السلام، قالت لها شو مسوي بروحك؟ قالها أنا رابط روحي بين حجرتي ارتكب الذنب وأريد الله يتوب علي. قالت لأخو أنا أشفع لك عند الله والله هم يتوب عليك، أنا راح أقص الحبل وترجع لأهلك. قال لا 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 أنا ناذر النبي. قالت لا إيه ما يخالف أنا من أقصه يعني. قال لا 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 النبي. قالت له كيفك؟ راحت الزهراء. علم رسول الله بذلك، علم رسول الله بذلك. طبعا نزلت آيات عليه أنه الله تاب عليه بعد الزهراء شفعت له. جاء النبي قال له ليش ما خليت الزهراء تقص الحبل؟ قال له يا رسول الله وأنا قلت أنت يا حبيب الله. قال له فاطمة بضعة، ها؟ فاطمة بضعة مني. فاطمة إذا هي هذا خلاص بعد انتهى الموضوع. فاطمة يعني آني، فاطمة يعني شنو؟ يعني حسين مني. حسين كان يصعد على المنبر، عندنا بالروايات الشريفة الحسين كان يصعد على المنبر، كان يقول بزمن النبي، بزمن النبي يعني ايش قد عمره؟ 6 سنين، 5 سنين، 4 سنين، 3 سنين، مو تشيو لا. نبي توفى استشهد، عمر الحسين 7 سنين سلام الله عليه، مو أكثر من ذلك العمر هذا الصغير. كان يصعد على المنبر يقول سيأتي يوم يجتمع على قتلي أو تجتمع على قتلي، يجتمع على قتلي بنو أمية يقدمهم عمر بن سعد. ايش كان يقول حسين؟ فكان يقولوا له أبا عبد الله ايش قاعد يقول؟ طفل عمره 5 سنين يقول قتلي وبنو أمية وعمر بن سعد، ولا بن عمر بن سعد شنو؟ فكان يقولوا له هذا منك أم من رسول الله؟ أبا عبد الله خاف النبي جدا قايل له، يقول لهم لا هذا مني. شوف شوف شوف، يقول لهم هذا مني. يجون للنبي يقولوا له يا رسول الله هذا ابنك الحسين عجيب غريب. يقول لهم شلون عجيب غريب؟ يقولوا له يا رسول الله يقول سيأتي يوم اجتمع على قتل بنو أمية يقدم عمر بن سعد، يسولف بأمور بعد مصائر، نقول له منك يوم من النبي؟ أسأله قايل من النبي يوم نقبله؟ يقول لا مو من النبي، مني. قالهم دعوا حسينا علمه علمي وعلمي. هذا حسين مني، شنو هذا حسين مني؟ بابا عوفو علمه علمي، علمي هم شنو؟ علمه. أقول صفقة من آدم العيسى ابن مريم رب العالمين، يقولون كلكم تآمنون بمحمد تنصرون محمد أنطيكم نبوة وحكمة. هنا لما النبي أفضل هذا تبع أثر عملي وما تبع أثر عملي، خو تبع أثر عملي، هذا أثر من آثاره. أمامك موسى يقول للخضر هل أتبعك؟ هنا الأنبياء كلهم كل يتبعون النبي صلى الله عليه وآله.
أصلا نبوة ما حصلوا، حكمة ما حصلوا إلا بالإيمان بالنبي ونصرة النبي واتباع النبي والكون على دين النبي صلى الله عليه وآله. فما أعظمك يا أبا الزهراء، حقها فاطمة تبكي عليك ليل نهار يوم مو حقها. حقها فاطمة تبكي عليك ليل نهار يوم مو حقها. وفاطمة عرفك أنت شنو؟ إحنا الجهل إيش نعرف إحنا؟ إحنا الجهل إيش نعرف؟ إحنا ما عرفنا شيئاً. أما فاطمة عرفك يا حبيب الله أنت منو؟ أحدهم كان يقول إيش دعوة الزهراء تبكي لي النهار على رسول الله؟ شو يقول؟ أنا لا أتصور، أحدهم هكذا كان يقول، يقول أنا لا أتصور أن الزهراء لا شغل ولا عمل لها بعد وفاة رسول الله إلا أن تبكي على أبيها. خو أنت متصور أنت متصور معرفة الزهراء بأبيها كمعرفتك برسول الله، بس هي معرفة الزهراء بأبيها كمعرفتك وتختلف. أصلا أكو وجه مقارنة بين العندك والعد الزهراء؟ وفاطمة تعرف من تبكي يا إخوان. والله أكو حكي يوجع القلب، يعني تقول معقولة دولة دارسين، معقولة قارينهم آية، معقولة مطلعين على حديث آخر، دولة شبيهم دولة. يعقوب فقد يوسف، يا هو الأفضل يوسف يا محمد؟ تجاوبوني. أكو واحد بالشرق بالغرب يقول يوسف أفضل من محمد؟ يعقوب فقد يوسف، ويوسف حي لو ميت؟ حي. تولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عيون عمت من البكاء ليلا. ليش ما تقول أنا لا أتصور أن يعقوب لا شغل له ولا عمل إلا البكاء على يوسف؟ ليش؟ قول هاي الحكاية. قول أنا لا أتصور يعقوب لا شغل ولا عمل له إلا البكاء، قولها. شاتوا قدرتكم بس على أهل البيت؟ قدرتكم بس على الزهراء؟ خو قولها منك، ايش حاجة بس منها؟ خو فاطمة فقدت من هو الأعظم والأعظم 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 من يوسف حتى ينقطع النفس. يعقوب يدرب يوسف في يوم من الأيام راح يصير ملك، أما محمد قتلوه مسموم وادعوه بكلمة يهجر. شلون ما تبكي فاطمة الزهراء على أبيها ليلا ونهارا؟ أقول هسه يقول مثل هذا الحكي معقولة مقاري سورة يوسف؟ هذا ألف باء الدين ذولا ما فاهمي يا جماعة، ما تعرف شو تقول، ما تعرف شو تسوي. زين العابدين 30 سنة ما قدم له طعام ولا شراب إلا مزجه شنو؟ بدموع عينيه. إيه كانت تبكي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. آه عليك يا أم النبوة والإمامة، يا أم النبوة والإمامة علي بن أبي طالب بنهج البلاغة، خطبة بنهج البلاغة، بنهج البلاغة. يذكر امرأة مسلمة وأخرى معاهدة نصرانية بالأنبار، طبع عليها جيش معاوية، نزعوا حجلها. علي بن أبي طالب يقول فلو أن امرئا مسلما سمع بذلك ومات ما كان عندي ملومة بل كان به جديرة، يعني بالموت. على مرة نصرانية لزموها جماعة معاوية شلعوا الحجل من رجلها، أخذوا التراجم من ذاناتها. علي بن أبي طالب يقول هاي شون مأساة نصرانية، نصرانية يقول إذا مسلم غيرته تخليه يموت عليها هاي المسكينة اللي شلعوا تراشيها أخذوها. يقول إذا مسلم يموت عليها أنا ما ألومه بل كان به جديرة بالموت. زين شلون إذا فاطمة بنت رسول الله تصفع على وجهها؟ كون شي يسوي المسلم؟ أم النبوة والإمامة تلطم على وجهها. كون شي يصير بالإنسان؟ شبيكم يا أهل البيت؟ عرفوا قيمة آل البيت، تفاعلوا مع آل البيت.
فاهمين انتم ثقافة دينية. الإمام علي كان يقولها فاطمة هاي العرب ما تحبني، أنا كاتل ابهاتها، كاتل إخوانها، كاتل عمامها، كاتل خوالها، من أجل الله طبعا، أنا ما يحبوني، بس أنت ما حد يقدر يوقف قدامك، أنت بنت محمد. هي على مرضها وكسر ضلعها وسقوط جنينها كانت تطلع وياه بالليل، يروح البيوت الأنصار، بيوت كذا، بيوت، يقول لهم نصروني ولكم الدين بخطر. صارت فاجعة بالدين بعد رسول الله، معودين اوقفوا ياي خل نقاتل ونرجع الامور لنصابها. وفاطمه وياه وهي تعبانه مريضه، مريض، كيف احمل وقد صرت كالخيال وقد جف جلدي على مريض، فتعبانه هي وتحاكيهم وتقول لهم انخاكم تبا لهم والله، تقول لهم نخوه نخوه، انا بيت رسول الله، انخاكم توقفون يا علي، دين ابويا بخطر. يقولون بخدمتك يا بيت رسول الله، باكر الصبح نباب الحوش نجرد سيوفنا ونوقف، يجون بس أربعة المعروفين، بس أربعة، ثاني يوم بس أربعة، ثالث يوم بس أربعة. الزهراء قالت له أبا الحسن، قالها قالت له ذولا ما يرجى منهم خير أبدا. وقامت تقول له، قال والحل، قالت له الحل أقعد يم قبر أبويا أسولف وياه، الحل أقابل أبويا، ذولا مو وجوه خير أحكي وياه. تقعد على قبر أبوها تقول له يا أبويا قمت أدق باب يم باب، هاي اللي أنت كنت تدق بابها وما تدخل البيتها إلا بإذنها، يا أبويا قمت أدق باب يم باب بل كان ينتغض لحقوق الله. فاطمة العزيزة قام أدق باب اليسوى والما يسوى، أقول له أوقف وياي وما حد يرضى يوقف يا أبتا، تقبل يا رسول الله تصير فاطمة؟ يا ابويا قمت ادق الباب يم باب بل جن ينتهض لحقوق طلع، تصافوا بينهم واصبحوا احباب بس انا وعلي طلعين اجناب. قلبك انكسر ما انكسر والله ما ادري. ابويا تصافوا بينهم واصبحوا احباب، احباب احباب ويا الشيطان، تصافوا بينهم واصبحوا احباب، احباب بس انا وعلي طلعين اجناب. يا ابويا يا ابويا جن كل الناس مديون وجو للباب للعتبه يطبون، لذت بالباب تسترني من العيون. يا وصف عليك ابويا، لذت بالباب تسترني من العيون، اعصراني وانا خلف الباب يدرون. بويا 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 اعصراني وانا خلف الباب يدرون. زينب شافت امها، عندكم ابنيات عندكم اولاد، ترى انا ما اسوي هاي الامور حتى بتشيكم، لا والله، بس هي المصيبه هكذا، هي المصيبه هيك، يعني شنو اقول ايش اسوي، هي المصيبه هكذا. طفلة صغيرة، طفل صغير يشوف واحد يضرب أمه شو يسوي؟ خلق أنت قولي شو يسوي؟ إذا أبوه موجود أول ما يركض الأبو يقول له انقذ أمي، أنا طفل ما أقدر، انقذ أمي أنت. زينب شافت الزهراء تضرب، عمرها 5 سنين 6 سنين، زينب طفلة شلون من تشوف المنظر ومهضلوعها من العصرة تتكسر. سوت يا بت تتكسر تتكسر، راحت صاب ابوها والجدم يعذار، تقل لك قتله امي ابويا يا حيدر، والله تقل لك قتله امي ابويا يا حيدر يا حيدر يا حيدر. وانت شلون ضربوها على خده وشفته صار احمر، بويا ضربوها على خده وشفته صار احمر احمر، وانت شلون صابر يا اسد خيبه،
بويا وانت شلون وانت شلون صابر يا أسد خيبر.